السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع سوق أهراس اللي نقف على العملية تاع الحصاد والدرس اللي انطلقت هذا الأسبوع، واللي على غرار يعني الولايات الأخرى عرفت إنتاج هذه السنة مردود جيد، وكذلك إنتاج غير مسبوق. ويعني الكلمة السر في كل هذه العمليات نتاع الدرس والحصاد عبر التراب الوطني هي القرار الصائب لرئيس الجمهورية الذي أخذه على عاتق الدولة، واللي يقر بمنح كل الفلاحين هذه السنة الحبوب نتاع الغرس، يعني منح بطريقة بصفة مجانية لكل الفلاحين. وهذا ما إذن ما شجع الفلاحين على المضي في كبير من أجل يعني تطوير الفلاحة في الجزائر، وكذلك بما يخص الحملة نتاع الدرس والحصاد بولاية سوق أهراس. العملية عرفت يعني تخصيص ما لا يقل عن 520 حصادة في ولاية سوق أهراس فقط. هذا العدد الهائل والكم الهائل نتاع الحصادات، والله ما هو سهل 520 حصادة في ولاية سوق أهراس. هذا أمر يعني مجهود كبير لتجميع وتخصيص هذا الكم الهائل من الحصادات في ولاية سوق أهراس. وحنا نعرفوا أنه الولاية تاع سوق أهراس على غرار الولايات المجاورة كتبسة وصحراء الممشى، يعني كل المنطقة الشرقية للجزائر عندها تقاليد ضاربة في التاريخ، يعني تعود إلى الفترة النوميدية والرومانية، كانت في يعني مناطق زراعية كبيرة وبحتة، وكانت تعتبر هي المنطقة اللي كانت تمول بها روما. إذن وكذلك تعرف هذه المنطقة نسبة تاع سقوط أمطار يعني جد معتبرة مقارنة بالمناطق الأخرى في الوطن. إذن كل هذه المعطيات أدت إلى النتيجة اللي حصلنا عليها هذه السنة، واللي إن شاء الله سوف نستمر في تطوير الفلاحة ديالنا وإعطاء كل وضع كل القدرات الوطنية في هذا الشعبة نتاع إنتاج الحبوب بجميع أنواعها. إذن خليكم تابعوا هذا التقرير الكامل والشامل عن حملة الحصاد والدرس هذه السنة بولاية إذن سوق أهراس. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. أول أيام الحصاد بسوق أهراس، والانطلاق الرسمي حمل كثيرا من البشرى لفلاحي المنطقة الذين يأملون أن يكون الموسم أكثر وفرة من سابقيه. هذه المنطقة مشهورة بالحبوب كل سيت ميكرو كليما هنا، والأراضي خشان ملاح يحكموا المطر وفيهم الميديتي. المنطقة تاعنا تيفاش هذه دايما هي اللي رائدة في الإنتاج تاع الحبوب. خصنا نقولوا الحمد لله روندمون إن شاء الله يكون أونتر 20 و 25 كانتو والهكتار في لي ديفيرونت سومونس، سوا شعير سوا قمح صلب والقمح لين. حملة الحصاد بدأت ولها وفرت كل الإمكانات لإنجاحها بكل الوسائل البشرية والمادية التي خصصت لذلك. الشيء اللي رانا نشوفه اليوم ميدانيا هو ناتج عن القرار الهام والكبير الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لما منح للفلاحين البذور والأسمدة مجانا. اليوم إن شاء الله كذلك رانا نعطوا في الانطلاقة لحملة الحصاد والدرس، وحصينا كل العتاد الذي يستلزم لهذه العملية، بحيث نسجل على مستوى ولاية سوق أهراس عدنا أكثر من 520 آلة حصاد. تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية سوق أهراس استقبلت أولى الحمولات القادمة من المزارع العمومية والخاصة. وفرت التعاونية لهذا الموسم 16 نقطة استقبال منتشرة على كامل تراب الولاية، بالإضافة لمخزنين جديدين باش يدخلوا حيز الخدمة هذا الموسم بطاقة استيعاب 80,000 قنطار. سنة من الكد والمثابرة تكللت بزرع حان حصاده سيعزز سلة الغذاء بالجزائر.